فعلا رب ضارة نافعة. يعني لو تذكروا في موضوع السياحة، انضربت السياحة في تركيا بسبب الزلزال، قلنا والله ممكن تنتعش السياحة في الدول العربية، واليوم ممكن ينطبق الوضع أيضا على عقارات في منطقة الخليج، العقارات في منطقة الخليج خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب حالة عدم الاستقرار اللي تسود الاقتصاد العالمي. معلش كنا زمان هم منتعشين وإحنا نتخبط، الآن يبدو أن الآية انعكست. كل سوق له خصائصه والعوامل المؤثرة فيه اللي تؤدي الارتفاع أو انخفاض السوق بطبيعة الحال لها أسبابها. خلينا أولا نشوف العوامل اللي أدت إلى انتعاش العقارات في الإمارات العربية المتحدة الفترة ما بعد كوفيد، يعني بعد 2019 حتى 2023، يعني حتى الآن طبقا لدراسات السوق العقارية. من الأسباب أولا أن السوق ينمو بمعدلات طبيعية ومنتظمة، يعني مش مضطرب، يعني وفقا للمقارنة التي تظهرها دراسات أسعار عقارات في 2021 و22 واضح أن نسبة النمو ثابتة، يعني ما في ارتفاع ثم انخفاض حاد، وإنما نمو مستقر. ثانيا السبب الثاني سهولة وسلاسة الإجراءات لضخ استثمارات في سوق العقارات مع وضوح في الأنظمة والأرقام حتى القوانين واضحة. ثالثا حالة عدم الاستقرار اللي تسود الاقتصاد العالمي برا تدفع المستثمر للبحث عن أسواق بديلة وآمنة وإعفاءات ضريبية محتملة. رابع الأسباب التحديث المستمر للبنية التحتية بما في ذلك التنمية التكنولوجية لها بنية أيضا. بالنسبة لسوق العقارات السعودي فأيضا وفقا لتقرير الصفقات العقارية الصادر عن وزارة العدل السعودية لعام 22 جاءت أرقام مرتفعة بالشكل التالي. أولا إجمالي قيمة الصفقات العقارية في عام واحد هو العام الماضي تخطى 223 مليار ريال سعودي. ثانيا ثاني أسباب ارتفاع قيمة الصفقات العقارية بنسبة 6% بالمقارنة بعام 21، يعني نسبة عالية. ثالثا شراء الأراضي استحوذ على نسبة 86%، يعني معظم الصفقات راحت للأراضي مش للعمائر أو المباني المعدة. رابعا أكثر مدن نشاطا في الصفقات العقارية بالترتيب حسب الإحصاء الرياض أولا ثم جدة في الدمام فمكة المكرمة. أما الأسباب في نمو قطاع العقار في السعودية هو زيادة الطلب، يعني في أسباب كثيرة مثل ما ذكرنا، مثل الأسباب اللي أدت لزيادة الطلب على العقارات في الإمارات نفس الأسباب في السعودية، لكن بالسعودية يزيد عليها ارتفاع نسبة الطلب من فئة الشباب تحديدا، بالإضافة إلى جهود الحكومة في اجتذاب الشركات العالمية لإنشاء مراكز إقليمية لها وطبعا التسهيلات البنكية لتمويل القروض العقارية. وأخيرا وأيضا مثل الإمارات هو التحديث المستمر للبنية التحتية بما في ذلك البنية التكنولوجية، وهذا عنصر مهم جدا لأنك أنت الآن من خلال الإنترنت تقدر توصل لأي معلومة وحتى ممكن تبيع وتشتري ولو كنت في ألاسكا. من الأسباب اللي تضاف إلى جملة أسباب نمو الطلب على القطاع العقاري الخليجي اللي هو السعودية والإمارات على سبيل المثال أيضا وجود نظرة تشاؤمية على قطاع العقارات العالمي، خاصة الأسواق اللي اشتهرت بمعدلات طلب قوية من مستثمرين دوليين مثل المملكة المتحدة اللي ما كنا نعرف غيرها، وين رايح لندن، وين جاي من لندن، وين اشتريت لندن، لندن كان يقولك هي العالم. خلينا نشوف الأرقام لعام 2023 كيف في المملكة المتحدة. بنك إنجلترا يتوقع أن تواجه 4 ملايين أسرة بريطانية زيادة كبيرة، مش صغيرة، زيادة كبيرة في تكلفة الرهن العقاري مع ارتفاع أسعار الفائدة. طبعا هذا أدى إلى أن جمعية البناء الوطنية تقول أسعار العقارات البريطانية سجلت أطول سلسلة انخفاض في أسعارها منذ 2008. توقعات هاليفاكس هي بالمناسبة أكبر المقرضين في بريطانيا، أكبر المقرضين في يمكن في حتى في أوروبا تقريبا. قالت هاليفاكس أن هبوط أسعار المنازل بلغ 8% خلال العام الجاري، يعني حتى الآن ومن هبوط مستمر من العام الماضي. وحسب بلومبرغ الأسعار في كافة مناطق المملكة المتحدة وشمال شرق إنجلترا يسجل أكبر وتيرة تباطؤ سنوية في تاريخه. خلينا نتكلم أكثر ونعرف أكثر عن وضع العقارات في الخليج. دكتور محمود أهلا وسهلا بك. حياك الله ومساء الخير لك وللمشاهدين.
هل فعلا الوضع العالمي تذبذب الوضع العالمي، الحرب في أوكرانيا، الأزمات الاقتصادية صبت في صالح العقار الخليجي بشكل مباشر؟ طبعا شكرا جزيلا لك، صراحة تغطيتك للأسباب والعوامل تغطية شاملة كاملة متكاملة. لا خلينا نراجع ما بعض الأمور. فترة ما قبل كورونا وفترة ما بعد كورونا، احنا قلنا كورونا ستكون عامل مغير وغيرت الكثير من العوامل وغيرت الكثير من المعادلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها. دول مجلس التعاون فيها قيادات لها نظرة مستقبلية تنظر إلى المستقبل، وإذا نحن نقول أول مدينة في منطقة الخليج اللي سمحت بالتملك الأجنبي فهي إمارة دبي، لما تمتلك من كاريزما قيادية رأت المستقبل، فتحت القوانين، فتحت للمستثمر الأجنبي، استثمرنا في البنية التحتية، استثمرنا في البنية القانونية. الآن لو بنتكلم عن إمارة دبي عام 2022 بلغت تصرفات نص تريليون درهم. التصرفات العقارية طبعاً. الآن نحن ما نقول بس التقلبات السياسية والاقتصادية، لا، عامل الأمن والأمان عامل جداً مهم. اليوم المستثمر الأجنبي يبحث عن الأمن والأمان، يبحث لكن عن الأمن والأمان هذا موجود الحياة. هذا موجود في كل دولة خليجية تقريباً من الكويت إلى عمان، يعني عامل الأمان موجود. نعم صحيح، يبحث عن جودة الحياة، يبحث عن القوانين، يبحث عن أيضا سهولة ممارسة الأعمال. وإذا تذكر في بداية كورونا تم تغيير قوانين كثيرة في دول مجلس التعاون، لكن أهم هالقوانين تغيرت ملكية الأجانب للرخص التجارية. أصبح الآن المستثمر الأجنبي يملك تجارته كامل 100%. أصبح اليوم المستثمر الأجنبي عنده إقامة ذهبية مرتبطة بالاستثمار العقاري في دولة الإمارات. هذه كانت بحد ذاتها صراحة عامل تغيير كبير. اليوم المستثمر يقول لك أنا بستثمر لكن بيكون عندي بيت، بيكون عندي جودة حياة، بيكون عندي أمن وأمان، بيكون عندي شفافية في القوانين والأنظمة. اليوم جودة المستثمر، وأنا أركز على كلمة جودة المستثمر، اختلفت. قبل كنا نشوف مضاربين، المضارب يدخل اليوم يبيع بعد بكرة، لكن اليوم مستثمر المدى البعيد. هذه نقطة جيدة على الفكرة يا دكتور محمود اللي أشرت ليها. هو نعرف طبعا بصراحة الإمارات بصفة عامة كانت سباقة في استصدار قوانين مغرية. الفئة الآن اللي كنا نشوف في البداية فئة مضاربين، الآن مثل ما تفضلت فئة مستثمرين. هذول المستثمرين هدفهم الإقامة في الإمارات العربية المتحدة، ولا هم مستثمرين يعني يخليك سكند هوم كبيت إضافي أو بيت ثاني له في مناسبات، ولا هو انتقال كامل للإقامة فيها؟ كشخص متبع للبيهيفير والمستثمرين الفترة الأخيرة وتصرفاتهم، هناك نسبة كبيرة من الشركات الأوروبية بدأت تنقل مقارها الرئيسية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تنقل موظفينها، تقوم بأعمالها في آسيا من خلال أفرحها في دولة الإمارات وأيضا في المملكة العربية السعودية. بالمناسبة هناك نهضة كبيرة، هناك تغييرات في القوانين والأنظمة. فاللي صار إن الآن في نقل للتجارة، في نقل لشركات. يعني أنا أعرف ناس على مستوى وزراء سابقين في الاتحاد الأوروبي نقلوا شركاتهم، مقر شركاتهم إلى دولة الإمارات العربية. فنحن اليوم نتكلم عن معادلة تماما مختلفة، معادلة أن أصبح العوامل الجذب أكبر بكثير من ما كنا نسمع عنه سابقا. يعني كان يمكن دولنا العربية دائما سمعتها في الإعلام أن غير السمعة الحالية، لكن الناس اليوم شافت الأمن والأمان وجودة الحياة. نعم. وشافت صحيح. الكثير طيب من المميزة. نعم. طب دكتور محمود، أنت أشرت إلى أنه كثير من الشركات تنتقل مقرها إلى دبي. طبعا أنت تعرف أنه أيضا السعودية من سنتين تقريبا أو من سنة أصدرت قرار بنقل الشركات اللي ما تنقل مقرها إلى الرياض، مقرها إقليمية، فلن يتم التعامل معها. إلى أي مدى أثر هذا القرار على الاستثمار العقاري في بقية دول الخليج؟ حقيقة أنا أشوف الدول مجلس التعاون مكملة لبعض، وسياساتها الموجودة هي لرفع تنافسيتها، وفي تنافس والتنافس من أجل رفع الجودة. ونحن الحمد لله اليوم نشوف الإمارات استفادت والسعودية استفادت، القوانين قاعدة تتغير. يعني كشخص مطلع على القوانين العقارية في المملكة العربية السعودية، هي قوانين على مستوى عالي. الآن المستثمر الأجنبي في صميم التنظيم العقاري في المملكة، وقريبا بتسمع عن تملك حر. فالآن نشوف المنافسة صراحة مفيدة للدولتين.
ما شفنا يعني حقيقة أي أضرار أو أمور سلبية على الاقتصاد بسبب نقل هذه الشركات. بالعكس، الشركات هي صاحبة القرار، تنظر إلى مصالحها، تنظر إلى المقومات الموجودة، نعم. ولكن في النهاية المحصلة الكل بيستفيد إن شاء الله. طب انت ذكرت الامارات والسعوديه، طب ماذا عن قطر؟ ماذا عن عمان؟ عن الكويت ايضا؟ هل تعتقد انه حيكون لها نصيب من الاستثمارات الاجنبيه في قطاعاتها العقاريه؟ لو نتكلم عن قطر، طبعا سوقهم العقاري منتعش مع قبل حتى كأس العالم، والآن في إقبال على قطر، ونشوف طبعا في فرص استثمارية في قطر. القوانين الموجودة في قطر والسعودية والإمارات فيها قوانين كثير متقدمة من ناحية جذب الاستثمارات طب الأجنبية. والكويت وعمان والبحرين؟ بدينا نشوف والبحرين أيضا، نسينا البحرين، لأن البحرين فيها مؤسسة تنظيم عقاري، فيها دائرة للأراضي والأملاك، فيها قوانين على عالمية المستوى. الكويت وعمان أيضا هناك محاولات وهناك استراتيجيات لتنظيم القطاع العقاري، لكن إذا بنتكلم عن أكثر دول مجلس التعاون فيها قوانين لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، فهي الأربع دول اللي ذكرناها: الإمارات، السعودية، وقطر، قطر والبحرين. البحرين. أكثر، نعم. نعم. طيب الآن دكتور محمود، ذكرت أنت أنه مش فقط الأوضاع الاقتصادية في العالم هي سبب وضخ استثمارات أجنبية في السوق الخليجي، وإنما أيضا عوامل الأمان، البنية التحتية إلى آخره، لكن يظل في نهاية المطاف توتر أوضاع عالميا له دور. هل تعتقد بكرة لو العالم استقر، انتهت الحرب في أوكرانيا، تحسنت الأوضاع في أوروبا، في أمريكا، حل السلم في كل مكان، هل تعتقد أن هذا ممكن يؤثر بصورة سلبية على الاستثمار العقاري في الخليج؟ لا، بالعكس، أنا أتوقع أن دول الخليج وضعت اسمها على الخارطة العالمية، وأصبحت هناك هجرة للكفاءات، وهي نقطة مهمة جدا. في كفاءات عالمية بدأت تنتقل إلى دول مجلس التعاون، وكلها بهدف بعيد الأمد، يعني ما في حد عنده شورت تيرم، كلهم لونج تيرم. فنحن نتوقع أن السلام كما هو عدم الاستقرار سيعزز مكانة دول مجلس التعاون، وهي الآن في عندها سياسات للتنوع الاقتصادي، الابتعاد عن مركزية البترول في السياسات الاقتصادية. ما نراه هو عبارة عن طفرة اقتصادية في منطقتنا، إن شاء الله هذه الطفرة بتستمر بالرؤى والاستراتيجيات الحكومية. في عندنا في الإمارات رؤية 2040، السعودية 2030، في نت زيرو كاربون، الحياد المناخي، في نعم. استضافات للإكسبو، استضافات لكأس العالم، أصبحت منطقة مهمة جدا على مستوى منطقة التشغيل الأحداث المناعي. العالمية. طيب ذكرت مما ذكرت يا دكتور محمود انه انت تعرف انه في وزراء كانوا موجودين في الاتحاد الاوروبي وانتقلوا، نقلوا شركاتهم ومقارهم حتى ايضا الى الامارات، دبي، ابو ظبي، وايضا ممكن السعودية. طيب احنا نعرف ايضا انه في استثمارات خليجية ضخمة جدا في القطاع العقاري في اوروبا، هل لمستوا عودة لهذه الاستثمارات الى المنطقة؟ طبعا نحن نلاحظ ان المستثمر الخليجي من باب التنوع سياسه حكيمه، انك يكون عندك استثمارات، لا تضع جميع البيض في سله واحده. لكن الفتره الاخيره نرى عوده لهذه الاموال، عوده الى الامارات، عوده الى السعوديه، لان العوائد الاستثماريه اكبر، المخاطر اقل، التغيرات القانونيه اقل. فأصبح المستثمر الخليجي يطمئن أن يستثمر في بلاده أكثر من أي وقت مضى. فإذا المستثمر الأجنبي يثق في بلادك، فأنت الأول أنك تثق في الاستثمارات. لكن مثل ما قلت، من باب التنوع والديفرسيفيكيشن استراتيجيز، لازم يكون عندك يعني تواجد عالمي في عدة دول. تختلف طبعا تركيزك على كل دولة وشو نوع نعم. الأسيت اللي أنت تستثمر فيه. طيب سؤال أخير لك دكتور محمود، ما هي توقعاتك في سوق العقار بصفة عامة في الخليج؟ هل تعتقد نسبة نمو أعلى مما كانت عليه، نتكلم عن 2023، وهل فعلا في خوف من تشكل فقاعة عقارية خلال السنوات القادمة؟ أنا أقول حالة استقرار اللي بنشاهده، الوضع اللي هو ارتفاع المورجج ريت أو نسبة سعر نعم. الفائدة بيأثر على الأسواق العالمية بشكل كبير، والقطاع العقاري بيتأثر، خصوصا للناس اللي يشترون عن طريق القروض. لكن اللي نحن نتوقعه إنه هو استقرار في الأسعار الفترة القادمة. بالنسبة لموضوع فقاعة عقارية، لا أعتقد في أسواقنا أكثر نضوجا، فيها قوانين، فيها أنظمة، فيها استقرار،
فيها عوامل جد كبيره، فما بنشوف اللي شفناه في 2008 وما بنشوف التاثيرات الكبيره لان اصبحت اكثر نضوجا اسواقنا نعم العقاريه. دكتور محمود البرعي، كانت حقيقة مشاركتك رائعة جدا، أشكرك عليها وأشكرك على حضورك معنا من دبي.